أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بادئا ببدء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة غرفا. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ الفاضل والدكتور سعيد بويزري حفظه الله، الذي من الله سبحانه وتعالى علينا في هذا اليوم المبارك بأن زار هذا المقر، مقر الأيتام. فنشكر له سعيه، ونقول له أنت مع أهلك وذويك وبين إخوانك ومحبيك. نسأل الله سبحانه وتعالى تكون هذه الجلسة في ميزان حسناتك، وأن ينفعنا الله عز وجل بما أودعك من علم. ولا أعرف المعرف، لا الشيخ معروف والمعروف لا يعرف، إلا نعطي واحد المعلومة. ما دام هو في بيت الأيتام وقد تربى يتيما، فنظن بأن حنانه على الأيتام أكثر من حناننا نحن الذين لم نتربى أيتام، بحكم أنه شعر بما لم نشعر به ويحن على هذه الفئة التي تتكفلون بها. وأقول نعم، إن الوقت ضيق، لكن الحديث مع الأستاذ شيق. سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سيدليه وسيتناوله في حديثه. بوركت شيخ، أنا والكلمة لك. الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا الحمد لله على هذا اللقاء المبارك في هذه البلدة الطيبة المباركة. وأنا أيضا بدوري باسمي وباسم إخواني جينا مع بعض يعني من العاصمة. كلكم أعطيكم الصحة، شكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة، وشكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. فأنتم أهل الخير، وعلماؤنا قالوا ما جاء على أصله لا سؤال عليه، ما جاء على أصله لا سؤال عليه. أنتم تعملون في خدمة اليتيم والأرملة، قلكم البداية بشرى لكم، يسعدكم اللي ربي خيركم باش تخدموا اليتيم والأرملة. دمعة اليتيم كي تمسحوها أجركم عند الله كبير. يا سعدكم اللي وفقكم إلى هذا العمل. جاءت الآن لطيفة من اللطائف، أحد الصالحين أمثالكم كان يروح للمدارس ابتدائية صغار، يريح في الباب اللي كيخرجوا العشية ويمسح طفل اللي يفوت قدامه يمسح على راسه هكذا. كي قالوا له علاه، قال لهم لعل واحد منهم يكون يتيم، يعني يدي تطيح على راس نتاع اليتيم. فهذا الرجل في آخر أيامه كان دعا الله عز وجل أن تقبض روحه وهو ساجد، رب استجاب له، ودعا الله أن يتكفل بألف يتيم، تكفل بألف يتيم، ودعا الله جملة من الدعوات كلها مستجابات، ولكن بعدما تجاوز 80. هذه اللطيفة وهذه الذكرى الطيبة حضرتني الآن وأنا في هذا المقام واللطيف بين إخواني الكرام حفظكم الله. أمر آخر، بشرى أخرى، الله يبارك عندكم، يعني 40 مكتب فتح من أصل 42 بلدية، وهذا في الحقيقة إنجاز معتبر. 42 بلدية، الجمعية عندها 40 فرع، وهذا مظهر صحة، هذا مظهر صحة في الجمعية. ربي يجزيكم خير. 2260 أرملة، التكفل بهذا العدد يعني الكبير
دلالة على القبول، معنى ربي سبحانه أعطى لكم التوفيق والقبول. حينما نذكر هذا من باب أما بنعمة ربك فحدث، لأن الشعور بالنعمة والحديث بالنعمة هذا مما ربي سبحانه وعد، ولئن شكرتم لأزيدنكم. عندكم 4500 يتيم، كل هذه خيرات وفقتم إليها وأنتم أنموذج، لأن في حياتنا المعاصرة نحن في أمس الحاجة إلى النماذج الناجحة في جميع المجالات. نحتاج لموديل، موديل، لأن النظري موجود وما كانش الزمان اللي فيه تخمة نظرية كبيرة كما هذا الوقت في عصر الانترنت، كل شيء كاين، ولكن الذي نفتقده جدا والمرجعيات، لريفيرنس المرجعيات، النماذج الناجحة. فنقول لكم شكرا لكم على ما قدمتم، كملوا، عرفتم فلزموا. ربنا عز وجل قادر يتكفل هو باليتامى وبالأرامل وحده، ولكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربي قال له هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. إذن أنتم المؤمنين والمؤمنات اللي راكم تعاونوا هؤلاء اللي يعني اليتامى والأرامل، ربي يجزيكم خير الجزاء. ولكن هذه الأرامل واليتامى عندهم مشاكل، وهذا أمر طبيعي جدا، وهذه المشاكل أدعوكم أنتم تعملون، ولكن من باب يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، من باب التحفيز قلكم زيدوا وقفوا معهم، لأن الله غالب، نعيش في وقت صعب، حتى ولو هناك عوامل اليأس راهي موجودة، ولكن لا نيأس، نحن أمة الأمل. تعرفوا كامل حكاية قصة يوسف عليه السلام وباباه يعقوب، كل عوامل اليأس موجودة. يوسف داو خاوته وجابوا الخبار باللي يوسف كله الذيب، وجابوا الدليل الإثبات اللي هو الدم على قميص يوسف، وزيد عامل الزمن، يوسف راح ماشي سمانة ولا شهر ولا عام ولا عامين، معناه عوامل اليأس كلها اجتمعت. ولكن سبحان الله في الآية 18 واش قال ربي سبحانه على لسان يعقوب، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. كي جابوا الأخبار العشية يبكيوا، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، تعرفوا الآيات، قال في الآية 18 فصبر جميل. ونحتاج نحن إلى الصبر الجميل، لأن الصبر الجميل هو اللي يخلينا نعمل رغم العقبات. يجيكم يتامى، كان اليتيم اللي ما عندوش واش يأكل، يتيم اللي ما عندوش باش يقرأ، اليتيم اللي ربما عمه لعمامه كلخلهم الشيطان وتعدوا عليه ويحرموهم من مواريث باباهم، كاين كل هذا موجود، موجود في الجزائر بل في العالم، في العالم هذا كله موجود. ولكن يأتي الرجال أمثالكم والأخوات اللي تعاونوا معاكم أيضا في الجمعية المباركة، أو ربي يقول لكم فصبر جميل. الآية كملها والله المستعان على ما تصفون، بعد الآيات القليلة كان وصول الآية 83 كان الأمل، قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يوسف أخوه أليس كذلك؟ جمع أولاده قال لهم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. فليكن هذا هو الشعار الذي يزرع الأمل الذي يدفع إلى العمل، لا تيأسوا من روح الله. إذن نحن أمة الأمل، لسنا أمة اليأس، ولكن أيضا نقر بوجود مشكلات حقيقية، عقبات كثيرة، هموم كثيرة يعني يعاني منها هؤلاء اليتامى والأرامل راهم يعانيوا. فأنتم كي توقفوا باش تتكفلوا بمشاكلهم وبقضاياهم يساعدكم على أن يكون التدخل سريعا. اليتيم ما ينساش، كنت أحكي لإخواني درك في الطريق، كان واحد اليتيم يمشي 4 كيلومتر يعني في الصباح تديه يماه، يعني يمشي طبعا على الأقدام وفي البرد واش من اللبسة واش من الحالة. نهار اللي كبر ما نساش، ولا دار دار لليتامى ويتكفل بالأرامل بمنح شهرية
تكفل تام بولادهم. ومؤخر حضرت شخصيا 10 من اليتامى ختموا القرآن، جاب لهم إمام ومرشدة دينية يقريوا ذراري مع القرآن كاين والقراية كاينة، واللي راهم يترشحوا الامتحانات يجيب لهم الأساتذة للدعم. كل ما نقول له كيف يقول كان يتم لا أنسى. إن شاء الله إن شاء الله ربي يفقكم إن شاء الله، كتمسحوا دمعة اليتيم وتوقفوا بجنبهم إن شاء الله ربي ما يخليكمش، لأنه الخير اللي تديروه أولا تديو أجر عند الله. ربي قال وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، سورة الحج الآية 77 هي الآية ما قبل الأخيرة. سورة الحج عندها 78 آية، في الآية ما قبل الأخيرة الآية 77 ربي قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. في سورة البقرة الآية 148 فاستبقوا الخيرات، هذا الذي نريد، الاستباق، ماشي نديروا الخير، لا، لازم يكون الاستباق والتنافس. فاستبقوا الخيرات كما تفعلون. الآية تكررت في آيات أخرى في سورة المائدة الآية 48 أيضا فاستبقوا الخيرات. هذا الخير هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم تعرفوا حينما سئل عن أحب الناس إلى الله قال أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله كذا إلى آخره، هذا هو ميزان التفاضل. إذن يا سعد اللي يختاروا ربي سبحانه باش يخدم في هذا المجال، وأنتم خيركم باش تخدموا، هذا خير كبير. الأمر الثاني، هذوك اليتامى اللي تربيهم وتكفلوا بهم راهي أكبر هدية تهدونها للمجتمع اليتامى اللي تكفلوا بهم. ما يرجعش الخير تاعهم على تيارت وحدها، لا، على الجزائر بل على الأمة بل على البشرية، كان ربي يوفقه ويرتقي في مقامات الكمال البشري ويحضر في فضاءات عالمية دولية. على لأنه تربى يتيم لقى السند والعطاء تاعه يكون بلا حدود. فائدة أخرى أن هؤلاء الناس، هؤلاء اليتامى، الخير اللي تديدوه دعوة الخير وكذا ربي يرجع لكم بالخير إن شاء الله، ما تتموش أولادكم. وكذلك إذا وقع ما في الدنيا ولكل أجل الكتاب، أيضا أكبر تحصين لأولادكم أنكم تقوموا باليتامى، تخافوش، اطمئنوا. شكرا لكم.